دوغان كان أخانا أيضا، لم يرى طفله ولا زوجته. سنأخذ انتقامنا ممن فعلوا هذا به غدا سيد عليار، سنلتقي هنا عندما يحين الوقت. طريق جنودهم واضح، سنحاصر أطرافهم ونريهم كيف تكون جهنم. سأكون بجانبك مع محاربي، سنأتي من أجل الشهادة ولن نعود قبل أن نأخذ أرواحهم. بالإذن منك. رحم الله شهيدكم سيدي. سلمت يا أخي. ماذا قال الخائن يا كوتولجا؟ لم يقل أي شيء، إنه ينكر خيانته سيدي. لقد أخطأت يا سيد عليار، ستحاسب على هذا الظلم. بل أنتم من سوف تحاسبون على ظلمكم، فبسبب خيانتكم دفننا أخا من إخوتنا اليوم في التراب، لكني لن أسمح بأن نفقد أخا غيره. ما حدث حدث. بعد موت السيد جاندار، الخونة ظهروا خلال سيادتك. أنت مسبب هذه الأحداث. لا زلت تتحدث عبثا. وصلت إلى نهايتك. اعترف بذنبك ومت بشرفك. لا يوجد دليل لديك، وما تقوله غير صحيح. كل هذا ليس إلا وسوسة من أرطغرل الذي تلحق به. كوتولجا سيدي، هذا الخائن سيتكلم، ستجعله يتكلم. لا تقلق أبدا سيدي، سيتكلم بإذن الله. لقد أصبح يهددنا وهو ينظر بعيوننا. الوقت ضيق، يجب أن نفعل شيئا بأسرع وقت. السيد أورال أمرنا أن ننتظره قبل أن يأتي. سنموت جميعنا. محاربنا قد ذهب إليه وسوف يأتي بأوامره. اكتفيت من الانتظار. إلى متى سننتظر أوامر السيد أورال؟ وماذا نفعل؟ سنتصرف نحن بدلاً عنه. سنخلع عليار من منصبه. إن لم نقم بفعل هذا الأمر الآن فلن نفعله. قوتنا لا تكفي. سنطلب المساعدة. هناك قبائل قد وعدت السيد أورال بمساعدته. وإن لم يساعدنا؟ عندها سنموت جميعاً. اللعنة عليكما أنت وأبوك الخائن. قلت إنك ابنة القبيلة؟ قلت لا يجوز أن نعاقبك بذنب والدك؟ لكن ما أراه أن قلبك قد امتلأ بالخيانة كوالدك. اسمعي جونيالي، إن لم تتكلمي فسأستمر حتى تتوقف أنفاسك. توقف
أرجوك توقفي. إذن ستتكلمين، هيا قولي قولي. أنا علمت أن دوندار ذاهب إلى قونيا. وعندما علمت أخبرت والدك الخائن، أليس كذلك؟ لكنني لم أكن أعلم أن هذا سيحصل. سامحيني أرجوك. هل تكلمت؟ اعترفت يا أخي، قالت إنها أخبرت والدها بذهاب دوندار إلى قونيا، والباقي معلوم. عش الأفعى لا يخرج منه إلا الشر أختي، لقد أخطأنا بالسكوت عنهم إلى هذا الوقت، عدموا الأصل. هذه الخائنة ربما تكون تقربت من السيد دوندار فقط لتنقل الأخبار إلى والدها. الخائن يخون كل شيء حتى القلب. لنأخذ بثأرنا أولا ثم سنحاسب بعدها عدمي الأصل الآخرين. وهؤلاء لا طعام ولا ماء لهم أيضا.